السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج اليومي أو الليلي 30 دقيقة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقات وهذا البرنامج في ميزان أعمالنا جميعا، خاصة وأننا نطرح فيه قضايا مهمة أخلاقية، اجتماعية، دينية، إيمانية، فهذه المواضيع مهمة جدا والعمل بها لعلنا إن شاء الله نؤجر عليه جميعا. أنا قبل أن أبدأ حلقة اليوم أبي أتأكد الدكتور محمد العوضي ما سوى طلب دخول. محمد العوضي، خلينا نشوف الدكتور محمد إمبلا موجود، دكتور محمد موجود ومشاري موجود، لأن الموضوع شوي حساس وأظن الكثيرين ينتظرون سماع الدكتور محمد. حياك الله معنا أبو أحمد. السلام ورحمة الله، أهلا بيك. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا 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 دكتور، الله يسلمك. يا مرحبا، الله يبارك فيك. مشتاقين لك دكتور، مشتاقين لك. وإحنا كذلك والله. بس الكاميرا وين هني؟ يصوب 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 هني ولا كنا شوية النت عندك زين أبو أحمد؟ لا زين، شلون أنت؟ ما ادري انت بعد الملك قاعد تشوف ابو احمد شلون النت عنده. لا كنا ضعيف، كنا في ضعف، بس اوكي اوكي مناسب مناسب ان شاء الله يمشي الحال يمشي الحال. طيب نبدا ان شاء الله. بنوقف التعليقات. جاهزين؟ وقفت التعليقات، المخرج جاهز عشان نبدا. نبدا يلا. بسم الله جاهزين. 3 2 يلا جاهزين. أكشن. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم موضوع مهم وحساس، وربما تعرض له الكثيرون أو رأى آثاره الكثيرون، وربما هذا الموضوع الذي نتكلم عنه اليوم قد يفتك بمجتمعات بأسرها، بل ربما يسقط دولا بأكملها. موضوع ليس سهلا، الموضوع تاريخي و موجود إلى الآن وسيستمر، هذا الأمر سيستمر إلى أن يشاء الله عز وجل، لكن الموضوع حساس ومؤثر، يدخل في البيوت، في المدارس، في المجتمع، في الدول، بين دولة ودولة. ضيفنا اليوم المفكر الأستاذ الدكتور محمد العوضي، الأخ العزيز اللي صار لنا وقت طويل ما التقينا، ودائما يلومني وينك أبو علي، وينك أبو علي ما نشوفك، شو نسوي؟ هذه الدنيا بعدتنا، وكورونا شوية فرقتنا يا أبو أحمد. إيه صحيح، قلوب عند بعضها يا أبو علي ومشاري. الله يسلمك. الله يسلمك. أبو عبد الملك ابدأ الحوار. أنا ودي أدخل لما كلمت الدكتور أبو علي على اللقاء، قال لي موضوع العنصرية لكن وصفها بوباء. أبو أحمد قلت أنت وباء العنصرية، وكأنه وباء ومرض منتشر، وتعرف الوباء ينتقل بين مجتمع إلى مجتمع، من شخص إلى شخص، من مجلس إلى مجلس. فليش سميت كورونا؟ ربطت كورونا، كنا كورونا يعني هو. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين. أشكركم شيخ نبيل، أشكركم أبو عبد الملك على يعني إيجاد هذه الحلقة النقاشية والحصة التداولية مع المشاهدين والمستمعين في موضوع نتعبد الله سبحانه وتعالى في أن نعالجه، لأن كل عمل نقوم فيه نحن بنية طيبة وبإفادة الآخرين ويدخل تحت إطار مقاصد الشريعة فهو عبادة ولا شك. راح نعرف الآن يمكن الشيخ نبيل راح يثرينا في النصوص والتأصيل الشرعي في قضية هذه اللي سميناها وباء، ما راح أقول آفة، وباء. ليش وباء؟ لأن العنصرية بحد ذاتها حتى لو لم نصفها بوباء هي يعني سلبية مدانة في دائرة وخانة الأمور التي لا يحبها الإنسان ويضعها في مكان الإدانة. لكن سميتها وباء لأنها ليس سلوكا فرديا، واحد مريض بذاته سرطان يأكله ويتعب، إنما ينتقل إلى الآخرين وبسرعة، وأحيانا ينتقل كالكورونا، الناس تمشي ما تعلم أن فيها كورونا بعضهم، كذلك هذا من خلال المعايشة ومن خلال التلقي غير المباشر
ومن خلال التسرب للمعاني خاصة الطفولة وهو يكبر ويعيش في مجتمع فيه من قيم العنصرية، فيتطبع المسكين وهو حامل لهذا الفيروس من غير أن يعرف. لكن متى نعرف؟ عندما ينعكس في أحكامه وفي سلوكياته تجاه ذلك الآخر، أيا كان ذلك الآخر، تحت مظلة اللا عدل والظلم. اللا عدل والظلم مع ذلك الآخر هو الذي يكشف لنا أن هذا الإنسان مصاب بوباء العنصرية. مشكلة أبو أحمد، أنا أسمع المقاطعة، يمكن رئيس الحوارنا يعني أنت تدش علي ودش عليك، وأبو عبد الملك أيضا يوجهنا. أبو أحمد، بعض الناس المصاب بهذا المرض لو تقول له يقول لك لا لا أنا اللي قاعد أسوي هو الصح، يعني تبيني أنا أساوي هذه الفئة بهذه الفئة؟ ما يصير عقلا، وهو يظن أنه هو صح، هو غارق في العنصرية ويمكن في وحلها العميق، ومع هذا لو تقول يظنك أنت الغلطان اللي قاعد تنكر عليه. ما يصير يقول، ما يصير تساوي هذا بهذا. مو العنصرية شنو؟ العنصرية في تعريفها العام أن تكون فئة أو مجموعة من الناس ترى أنها هي فوق الآخرين بامتياز عالٍ، إن بأسباب عرقية أو بأسباب عقائدية أو بأسباب وطنية أو بأسباب قومية أو بأسباب تراكم تاريخي ترى. ثم هذا الذي رأى نفسه ورأى مجموعته بالترفع على بقية الأجناس والأعراق والبشر، مع الأسف يسمح لنفسه بنظرة إقصائية. لماذا إقصاء؟ لأنه ازدراء. وأخطر شيء عندما يصل إلى مرحلة الاستباحة، يعني شوف مثلا العنصرية النازية، خلاص العرق الآري وتكونوا وحط اليهود في خانة طبعا وظلمهم. ونحن هنا نتكلم، نحن حتى لو كانت هناك فوارق موجودة في الطبيعة، لكن العدل مع الجميع، ميزان العدل مع الجميع فوق العنصريات والانتماءات. بالضبط. يأتيك اليهود نفسهم، نعم الآن يمارسون الفصل العنصري، والقبل يومين Human Rights Watch تكلمت عن الفصل العنصري وأدانة اليهود، وشيء واضح بالكاميرات والألوان وعلى الهواء مباشرة. عندنا أيضا الأنجلو ساكسون، الإنجليز الذين جاءوا إلى القارة هنود الحمر في أمريكا وأيضا إلى أستراليا، فاستباحوا 18 مليون قومية وبشر، 18 مليون بشر في يعني أجناس متنوعة في تلك القارة، كلها لأنهم يرون فوق ثم يستبيحون. هذه المشكلة، فيجب أن يناقش معرفيا أول شيء، نصحح مفاهيمها شيخ. نعم. بالضبط. أبو علي، في السابق كان إذا قلنا قبل 20-30 سنة أو 50 سنة إذا قلت عنصرية على طول يتبادر الذهن إلى الأبيض والأسود، لكن الآن لو ننزل إلى الواقع نشوف هناك عنصرية ممكن قبلية، ممكن حزبية، ممكن جغرافية. أنا من الدولة الفلانية، أنا شايف نفسي أنت شنو ترد علي، أو شنو أنت شايفني، أنا ممكن شايفني هندي، ولا أنا ترى أنا أرفع رأسي أنا الدولة الفلانية. هل هذه نقدر نقولها من ضمن العنصرية، تدخل في نطاق العنصرية؟ أنا يعني اسمح لي أبو أحمد أتكلم بس بهالنقطة، بعدين نحول المايك لك يا أبو أحمد. إن مجال العنصرية يختلف من فئه، من فتره لفتره، من بلد لبلد. اول من بدا العنصريه كما نعرف على وجه الخليقه، اول من اطلق العنصريه هو ابليس. ابليس لما امر الله عز وجل بالسجود قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. اللي مخلوق من نار يسجد للي مخلوق من طين؟ يعني هو رأى نفسه أن في طبقة أعلى من طبقة الآدم والبشر. ليش؟ لأن أصل الخلق من نار، هناك أصل الخلق من طين. ترى هذه بداية العنصرية، هذا أنك قاعد ترى لنفسك ميزة على غيرك بسبب خلقك، هذا بسبب الجذور المتجذر منها، هذا بسبب اللون، هذا بسبب الجغرافيا اللي قال عنها تو أبو أحمد، حتى الجنس. الله لم حقائق الرجال، إذا كان في أحكام خاصة للمرأة ولا أحكام خاصة في الرجل، لكن في النهاية هم سواء في الأحكام، في الجزاء، في الجنة والنار. ما يصير ترى لنفسك فضلا على غيرك حتى بالجنس، بل حتى الشيخ ذكر بالدين، حتى لو أنت ترى أنك أنت مسلم وموحد ما يجوز لك تظلم غيرك
لأنه يختلف معك بالدين. والله لأني أنا مسلم لما فعلها الرجل مع ابن عمرو بن العاص مع ذلك القبطي يختلف معه بالدين، سوى في عمر؟ نادى أبوه الوالي ونادى الولد وخلاه يطق أمام الناس وقال لما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ما في عندنا طبقية ولا تمييز. وليش رأيك أبو أحمد؟ 100%. هو شيخ، شوف خليني أرجع لشيء، إحنا أبو علي أنت، أنا خريج كلية تربية تعرف، إيه إيه وفادتني جدا يعني. شوف كلية تربية دراسات إسلامية وآداب دراسات إسلامية، لكن كلية التربية المفيد فيها المقررات التربوية، مثل مقرر الشخصية، مثل مقرر الفروق الفردية، مثل مقرر علم النفس التربوي اللي في فصل مهم بعنوان الدوافع. لازم الناس يعرفون أن الطفل يولد، وفي مصطلح مشهور متداول حتى تش اكتب الآن، التمركز حول الذات في علم النفس. يولد الطفل متمركز حول ذاته، ليش؟ لأنه يحس الكل مهتم فيه، الأم، الأب، إخوانه وخواته اللي أكبر منه، يزورون بيت الجماعة، الكل مهتم فيه لأنه ضعيف وقاصر ويحتاج عناية ورعاية من كل جهة، فهو تمام. يكون مركز الكون، متمركز حول ذاته. لما يتمركز حول ذاته إذن كل شيء لي، حتى لعبة أخوي لي، عرف لعبة، فبالتالي هذا شعور يحتاج أن مفهوم لخمس سنوات كما يقول علماء التربية. لما يدخل المدرسة في الروضة ينصرف ذلك الاهتمام من المدرسة أو الأبلها من 1 إلى 30 مشاركين، ولذلك تشوف الأطفال في أول يوم بالمدرسة بالدوام. هاي مشاهد أبو عبد الملك، وأنت عندك تجربة مع عبد الملك يمكن زين، وأنا عندي تجربة مع أحمد، عندك تجربة مع علي زين، كيف تلقى ذلك التفرد وانسحاب العناية المركزة من الوالدة والبيت إلى تقطة فصل غرباء يعني تلطيف؟ هنا يجب أن تنتبه الأسرة وتنتبه المربية المدرسة أن هذا الذي لا يريد أن يندمج أو الذي يريد أن يأخذ كل شيء، في علامات يجب أن يراعى ويدرب على قضية التخلص من التمركز حول الذات مع العمر. إذا استمر التمركز حول الذات راح ينعكس باللي تفضلت عليه، يصير الأنا حيل قوية، فيتجلى في وين؟ في قضية الزواج، في القبيلة، في العائلة، في المذهب، في القومية، في الدين، في الوطن، يرى الآخر أي واحد زائر من برا خلاص. طب حتى في الوطن الواحد يفرق بين ريف وبين عاصمة، بين بوادي ونجوع وبين، يختلف. فإذا إحنا يجب أن ننتبه لأولادنا منذ البداية في دمجهم في هذا التنوع والخليط الذي يوجد. هذه نقطة يمكن العلاج بعدين، لكن هذه نقطة يجب أن نجليها في البداية حتى نفهم إحنا وير يعني، نلاحظ قضية العنصرية. الجانب التربوي أبو عندك تعليق على الجانب التربوي أبو علي؟ طبعا طبعا، هو في النهاية الطفل مولود على الفطرة. الطفل ما شفت صور الأطفال البيض والسود والصفر والآسيوي والأمريكي لو تهدهم ترى أهما في خلقته في فطرته ترى ما يفرق، ولا عنده مشكلة أبدا. أي طفل مع أي طفل خلى من أي لون من أي عرق من أي لون يستانسون يلعبون يا بعض. لكن المشكلة لما هذا يغذى في بيته، هذا يغذى في بيته، هذا من أجهزة إعلام، هذا شوي شوي يملؤون قلبه إن لا هذا ترى غير عنك، ترى نفس اللي كان يصير في أمريكا أيام يوم كان يجيبون الناس من أفريقيا يرسلونهم أمريكا ويحطونهم في حظائر مثل الحيوانات ويقولون حق عيالهم ترى شوف هذا. والطفل كان يتربى من صغر أن هذا ترى مو مثل الإنسان العادي، مو مثل بشر، لا ما يغسل نفس حماماتنا، ما يأكل معانا، ما يلعب معاكم ولا تلمسه، دير بالك تلمسه. ترى ربوا الأطفال أفسدوا فطرهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام كان من بداية الإسلام لنهايته أيها الناس لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود، كلكم لآدم وآدم من تراب، وينزل القرآن إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. شفت القرآن ينزل والآيات تنزل والأحاديث يغرس فيها الطفل من صغره. عشان كذي بعدين شو اللي صار؟ اطلعوا بعدين بلال حبشي وصهيب رومي وسلمان فارسي وأبو ذر غفاري وأبو بكر قرشي يصفون بصف واحد
وألف بين قلوبهم. الله، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، لا فرق. قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. مستانسين، توهم صار رئيس أسود عندهم والكل، يعني شفت شلون انتهينا من الطبقية. هذا من قبل 1400 سنة، حنا من أساس ديننا أن الألوان لا فرق بين لون ولون، ولا أصل وأصل، ولا عرق وعرق. إحنا الله يميز الناس بالدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. روعة يا أبو علي، لكن أنا ما أقدر أسكت. أوه الله يسلمك. حتى عندما جاء أوباما وصار أول رئيس أسود، أوباما ليس من السود بمعنى الطبقة المنكوبة أو الفقير. أوباما لما تقرأ حق عبد الحي زلوم في كتاب النظام، والله قريب عليه لو أقدر أقوم أجيبه، هو اللي صاحب كتاب نظر العولمة الذي بيّن فيه أن الديمقراطيات الغربية انتقلت من حكم الشعب للشعب بالشعب إلى حكم الشركات للشركات بالشركات. لاحظت الديمقراطية جدا تراجعت. يبين عبد الحي زلوم من هي أسرة هذا الرجل أوباما، لأن احنا عندنا العرب، لأن في هزيمة نفسية وفي واقع عربي مكسور يعاني من يعني فقدان الحريات والعدالة وفرص العمل إلى آخره. فلما شافوا هذا صار استانسوا على هذا، خرب بيتهم حتى سياسات أوباما ضدنا، عرفت؟ فمو عارفين لأي الشركات ينتمي، لأي العائلات، في أي الدوائر القوة والتأثير السياسي في أمريكا، لأي أسر الاستقراطية قد تكون نشأته الأولى. نعم، فأقرأوا كتاب عبد الحي زلوم عن الفصل الذي في كتاب النظام العالمي، عن الفصل الذي جعله عن أوباما حتى يعي الإنسان زين كيف يفهم الحراك الآخر. مع ذلك أكمل نصوصك أبو علي الجميلة اللي ذكرتها، وهي أصول عندما يأخذ يد الخادمة والجارية ويجلس معها. آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد. لاحظت الشعار يعني. نعم، بعدين اللي يسمونها العلاج بالصدمة الموجهة الرشيدة، مو الصدمة اللي تتخلخل وتترك الأمور. إنك امرؤ فيك جاهلية. وبعدين يقول حق الصحابة الأنصار المهاجرين عندما يتتعالى الأصوات بالدعوة إلى الفئوية على حساب الحق وعدم التحرر من المسألة من الظالم والمظلوم والمخطئ والمصيب، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. إذن الجاهلية ليست حقبة ومرحلة زمنية انقضت وراحت. نعم، تاريخيا توضع مرحلة جاهلية. احنا دارسين هذا الكتاب شوقي ضيف، الأدب الجاهلي، انزين الجزء الأول الجزء الثاني، رئيس مجمع اللغة العربية، حقبة تاريخية جاهلية، لكن القيم الجاهلية قد تعولم، واليوم عولمتك جاهلية بامتياز، أنا راح أثبت لكم الآن. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي؟ ما عندها قيمة، أنا معاكم ولا أسأل. طبعا الدكتور الغذامي في كتابه عن الخطيئة والتكفير عندما كتب ابن البنيوية يرى في هذا البيت بعدا ديمقراطيا إذا خذنا في نسق الذي حطوه في مقطعات، بينما الصواب وأنا أن هذا البيت يعكس ثقافة معينة في بيئة معينة بنسق حضاري معين، لا يمكن أن نسقطه في بنيوية حسب ما أرادها. شوف أنا قاعد أناقش المفاهيم شيخنا. إنكم رؤون فيك جاهلية، شوف النص شيخ، النص الذي يجب أن يكتب بماء من ذهب على صفحات من نور يا أبو مشاري، تذكر فيه وتحطه هذا باكر اللي حطيت الحلقة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ليش أنزلت الرسل يقوم الناس رب العالمين؟ ليقوم الناس بالقسط، الناس مو بس المسلمين. فالعدالة هي الميزان التي تمسك. إذن العصبيات نزعة بشرية تنشأ، كيف تتعامل معها الأمم في ثقافاتها، كيف تنشأ المجتمعات، وهي من السمات التي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنها راح تبقى في الأمة، لكن بقاها لا يعني عدم مقاومتها وإدانتها ومعالجتها. حتى الآن أبو أحمد الدول، شوف بين الدول والشعوب يعني إسلامية عربية وبينهم جيرة وبينهم نسب بعض الدول، ومع هذا يصير تعصب بينها. هذا يقول أنا من الديرة الفلانية وهذا من الديرة الفلانية، هذا يطعم بهذا وهذا يطعم بهذا. يعني أقل كلمة يمكن دارجة نسمعها كثير، شنو أنا هندي؟ لما يقول هالكلمة شنو يقصد؟ يعني شنو أنا إنسان فقير ولا بسيط ولا ضع؟
احنا في الهند علماء عباقرة وملأوا الدنيا بعلومهم واحنا نقولها احيانا احتقارا لشعب اكثر من مليار انسان. هذه الطبقية والنظرة العنصرية والاحتقار ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد. حتى في كثير من خطابات النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس ايها الناس ايها الناس، يعني حتى انطلق خرج من دائرة المسلمين الى البشر جميعا. يا ليش النظرة هذه داخل البلد؟ داخل البلد هذيل من هالفئة وهذيل من هالفئة، هذيل شوية يعني حالاتهم المادية أحسن وهذا حالاتهم المادية. شوف النظرة لبعضهم البعض. ليش تتوقع شيخ محمد؟ ليش الإنسان ينظر بعنصرية أحيانا؟ ليش هالطبقية؟ ليش الواحد ينظر نظرة دونية للناس؟ شو الأسباب النفسية؟ يمكن في أسباب أو ما في شك، ما في شك في أسباب. تذكر لما ذكرت لك التمركز حول الذات ما غذي صح، ثم عندما تكون ثقافة كتلة معينة فئة معينة هي ثقافة انتقاص وازدراء بالآخرين وتبرير الازدراء. أخطر شيء أنك ما تزدري نفسيا. الشريعة لا تؤاخذك على وجداناتك، ما تقول لك أنت كرهت فأنت آثم، لا، يقول لك إذا كرهت لا تظلم، إذا أحببت لا تخطئ، إذا جعت لا تسرق. هي ما تحاكم على المشاعر، لأن المشاعر أحيانا ما تكون اختيارية. الحكم الشرعي متعلق بأفعال العباد الاختيارية، لكن مع ذلك يربيك على أن تكون حتى مشاعرك في الكره والحب يرتبها. وهذا منهج تربوي كبير في الإسلام. يمكن محمد قطب في كتابه الحائز على جائزة الملك فيصل منهج التربية الإسلامية أصل لهذا الموضوع. لكن أنا بروح إلى نقطة، تعرف ما من ظاهرة التعصب والعنصرية إلا لها مركب من أسباب، بعضها مباشر بعضها خافي بعضها سبب متقدم بعضها سبب جزئي يتشكل. لكن بقول لكم سبب، أنا حقيقة سويت فيه حلقة وما أدري بثت من يومين، أنا عندي برنامج قصير في على الجزيرة 5 دقائق رسائل كل يوم، رسائل رمضانية قصيرة تحت عنوان ذكرتني بآية. خلنا نسوي داعي حق برنامجنا يا أبو علي، معلش. برنامج جميل ما شاء الله، ما شاء الله، الله يعزك. خفيف، رسائل خفيفة أبو علي، جيد ممتاز. تكلمت عن العنصرية من أي جهة؟ شوف إيش قلت. قلت الأب يجلس أمام التلفزيون مع أولاده والأمة كيف أنت تسألني كيف تنشأ، فتطلع منطقة ها القصف عليها، لا بيقول من ولا غرب شرق عرب مذهب منطقة تقصف، قرية بدائية، والقصف يأتي ويأخذ الأخضر واليابس، البريء والذي الخصم يقصده، الحرث والنس، الأطفال، رجال، شيوخ. الأب قاعد ومنتشي ويقول زين يسوون فيهم، يستحقون الأولاد البراء اللي يتكلم فيهم. الإنسان الطفل عنصري، ليش بابا هذيل فيهم أطفال فيهم مسائل يستاهلون؟ ليش بابا يستاهلون؟ لأنهم من يذكر لك قومية أو بلد أو مذهب أو دين. هذه بالنسبة للكوارث الحربية الإنسانية، غرق هذه التنشئة الوسخة. بالتالي هناك لما يصير عنصري لا يستطيع أن يكتم مشاعره تجاه كوارث الآخرين. الكوارث إن وقعت في أهلي وجماعتي وامتدادي الثقافي أو الأيديولوجي أو القومي أتعاطف، كوارث تقع في الآخرين ما أتعاطف. يعني أنت اليوم تشوف الهند يحرقوا وأنت تعاطف، بشر ناس قاعد تأخذوا المرض، مفروض تساعد، ما تسأل مينهم ولا بذهبهم ولا كل شيء. لكن صحيح. العنصري سواء كانت كوارث طبيعية بشرية، حروب، صدام قطارات، غرق عبارات، سقوط طائرات، أو كانت الكوارث طبيعية، زلازل، براكين، إلى آخره، وباء، تسونامي، وباء، يبين أنه ما يتعاطف، تخشب خلاص، تكلس. ليش؟ تربية والشحن الغلط، الشحن أو شيء نفسي وهو صغار، ثم التبرير العقلي. فلما يشتحن الشحن النفسي في الكراهية والتبرير العقلي لذلك الشحن، فأنت أمام أسوأ أنواع العنصرية. أنا أذكر، آسف على المقاطعة أبو أحمد، بداية كورونا لما انتشر عند الناس أن منشأ كورونا الصين. أي. الناس اللي من أصول آسيوية في أمريكا بعضهم ما كان يطلع من بيته، ما كان يقدر يطلع من بيته لأنه قد يقتل، قد يضرب، قد يعذب. طيب أنا شنو ذنبي؟ أنا إيش علي؟ يعني مرض يطلع من الصين قد يطلع من أي مكان، هذا قدر الله سبحانه وتعالى وهذا أمر كتبه الله.
وقد يكون صحيح طلع من الصين، وقد يكون يعني الأمر الله أعلم. ليش تضرب إنسان لأن أصله صيني؟ لأن شوف الجهل وين وصل، وانتشرت حوادث يعني عنصرية كبيرة، مو فقط في أمريكا وفي بعض دول أوروبا، حتى واحدة فلبينية قبل كم شهر مصورة في دولة من دول أوروبا فيديو، وجمعت المقاطع إن تصور سنابات، هي الظاهر من المشاهير وتصور سنابات، ما أدري نسيت أي دولة أوروبية، وهي قاعدة تصور، صورت العنصرية في هذه الدولة الأوروبية شلون يسبونها ويشتمونها فقط لأن شكلها مو الشكل الأبيض الأوروبي. يعني حتى الدول اللي تسمي نفسها متحضرة والدول اللي عندها يعني حريات المدنية وعندها القوانين وعندها، عندهم تنامي في العنصرية بشكل مخيف. هذا اللي قلته في الإعلام دكتور قبل شوي، تأثير الإعلام في الناس. بالضبط. ولذلك أبو علي أبو أحمد، المعلومة هذه اللي هو اللي بنى عليها العنصري، سواء الأصل فيها لما قال إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أقام المعادلة وفق معادلة مغلوطة. لما يقولك أنا شايفني هندي، كأن الهنود هو ماخذ معلومة مغلوطة، أو لما بالمثال اللي ذكر أبو علي إن منشأ من الصين فأخذ معادلة مغلوطة. فهل المعادلة المغلوطة هي السبب في عنصرية الشخص؟ هي هذه أحد الأسباب، لكن أيضا تدخل قضية الأمراض النفسية من قضية الغيرة أو الحسد. نعم، فيدخل في التعصب. طبعا عندنا ميل طبيعي عادي تميل لجماعتك لأهلك، وعندنا تعصب، والتعصب درجات أيضا، يتجلى أحيانا بوضوح أحيانا لا. ثم تأتي العنصرية اللي هي الإلغاء النهائي والاستباحة، وتختلف من مثل ما تفضلت زمن لزمن وبيئة لبيئة، فهي مشتركة فيه. تكون هذه تكون أيضا في قضايا نفسية. أنا أذكر وأنا حاس أن التيار العنصري جاي، لما بديت حلقاتي في 2004 بقناة الرأي، أظن سنة 2005 أو 6، رحت اليمن وقابلت يهود اليمن في منطقة ريدة، في منطقة عمران، مدينة ريدة في منطقة عمران، وموجودة الحلقات على اليوتيوب. أردت أن أبين كيف تعايش المجتمع اليمني المسلم، ليس بين مذاهبه شافعية زيدية وغيرها، إنما مع اليهود، وجلست معاهم وصورتهم وكيف أنهم مرتاحين وكل شيء. فنحن لسنا ضد يهودي أو مسيحي، أو نحن ضد صهيوني معتدي، ضد مسيحي صليبي يعتدي، ضد هندوسي يعتدي. أما الناس الله يحاسب على عقائدهم، نعم أقف موقف نقدي للعقائد، لكن أنا أتعامل معك كإنسان وأعطيك حقوقك وأتعامل باتجاه يا أخي عليه الصلاة والسلام، يعني تعرف يعود من يخالفه في العقيدة ويرهن درعه عنده إلى آخره من الأحكام التي عملها من أجل هذا التشريع. هذه نقطة أيضا مهمة. لازم أبو أحمد نبين أن العنصرية درجات، ترى مو درجة واحدة طبعا. يعني مثلا حتى نضرب أمثلة يعني واقعية، أنا واقف عند كاشير الجمعية دور، لما أشوف مثلا اللي أمامي مو من أهل البلد، أو أشوفهم والله مساكين بسطاء، أو بعض العمالة البسيطة الفقيرة اللي وخر ارجع شوي وراء، أجي أمامهم وأوقف، ولو كانوا من عيال بلدي لا طبعا مستحيل أتجاوزهم. هذا ترى عنصرية، هذه عنصرية وهذا مرض، أنت فيك مرض، وكل واحد درجات في المرض. العنصرية تكبر 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 توصل للإبادة، مثل ما قاعد يسوون بورما في الروهينجا هناك، اللي شردوا ملايين البشر في الأرض، وأكثر أقلية مضطهدة في العالم ترى أساسها أيضا عنصرية. فالعنصرية درجات، يبدأ مثل ما قال الشيخ من الطفل اللي قاعد في البيت يشوف والله أبوه قاعد يربيه على شيء بسيط، يروح المدرسة ينقل هالمرض، ينتشر وباء، هو أخذها من أبوه لما قال له إيه هذيل ترى هذا الشعب الفلاني يستاهلون، ويروح يقولها بطريقة ثانية، يقولها لفئة ثانية مو نفس الفئة اللي قالها أبوه. لكن المرض يبدأ شوي شوي في الصف، ينتشر حق 3-4 من الأولاد، بعدين 3-4 يروحون البيت يبدون ينشرون للإخوانهم، ينتشر شوي شوي في المجتمع، وهذا هو الوباء الحقيقي. إذا كان كورونا في فاكسين وفي تطعيم، فشنو تطعيم كورونا؟ تطعيم العنصرية دكتور محمد، تطعيم كورونا عرفنا، أنت طعمته وشنو ما طعمت أبو أحمد؟ لا طعمت الاثنين.
كفو. فايزر فايزر. انا والله هم مثلك، انا صراحه طعمت الحمد لله. زين الحمد لله، اسال الله الشفاء لنا وللجميع اجمعين، والجميع الجميع يا رب يسهل عليهم يا رب العالمين. امين يا رب. شنو تطعيم العنصريه؟ والله شوف شيخنا، في يعني الدراسات النفسيه اللي تتكلم عن الاول ذكرت التمركز حول الذات، تعليم الانسان ان يتصور ولو لدقائق بلحظه صمت صادقه يضع نفسه مكان ذلك الإنسان. أنت عندك ناس مغتربين في البلد، هذا المغترب ماليا قد يكون ضعيف، يكفي أنك مغترب تحاتي أهلك اللي هناك ولا تعرف ما هي ظروفه، فحط نفسك مكانه وفي ظروفه، يعني خذ مخك وحطه مكانه علشان تفكر بطريقته لو وقع عليك هذا الظلم. لا ترضى أن تكون في مكان يعني يساء معاملتك وتقصى من حقوقك ويتعامل معك على أنك من درجة معينة. يعني قبل لا أكمل، شوف هالمشهد هذا، يدخل يسلم على الجماعة اللي واقفين وترك يسلم على الآسيويين مثلا، ما صار يصب الشاي والقهوة مسكين ولا يمكن ألقى عليهم السلام. تجد أنا ألاحظ أحيانا في بعض البيئات وتسافر وتروح وكل مكان، يعني أن يكون الخادم أو السائق احتفالات معينة، مؤتمرات معينة، أنا أسأل هذا السائق وظيفته سائق واقف برا ينتظر، والمؤتمر من مثلا الساعة 10 للساعة 7، هل تغدى؟ يعني ميكانيزمات الإحساس طافية. لابد من إعلاء الشعور بالآخر وإعلاء العبادات الاجتماعية، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مزغبة. ها يعني شوف وصف اليوم، ما وصف الشخص مسغبة شدة، الشخص في شدة لكن وصف اليوم في شدة، مدام أنه في ناس متعبة أرملة لا أحد يلتفت لها، ويتيم منبوذ من المجتمع، وفقير لا أحد يسأل عنه، هذه رغم هذه البيوت المليانة بالمخازن الأكل والمتعة اللي موجودة في الحياة، كل هذا يوم شديد ما له طعم أبدا، لأن في ناس مظلومين. الشعور بإنسانية الإنسان، الشعور بعبودية خدمة الآخرين، الشعور بأن المشترك الإلهي كرمنا بإنسانيتنا، ولقد كرمنا بني آدم قبل أن نتوزع على الأجناس والأعراق والأديان، أنت كريم لأنك مفارق لبقية الكائنات البهيمية أو النباتية، أعطاك الله عقل، ثم تأتي كرامة ثانية في أن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن الكرامة الأصلية ولقد كرمنا بني آدم، إذن بني آدم مطلقة. هذا الشعور مع معرفة المعايير اللي نحكم فيها على الناس، أخطر ما في الحداثة اليوم وما في حياة الناس النسبية الأخلاقية، نسبية المعايير، ما يقدر يحدد شنو المعايير اللي يحكم فيها على الناس، لازم في معايير. فإحنا عندنا الحمد لله حق وباطل، وعندنا حرام وحلال بدرجاته، هذه كلها تخفف من قضية العنصرية. الله يفتح عليك أبو أحمد. أبو علي، المسلسلات والأفلام والأغاني والشيلات، شنو دورها في ترسيخ العنصرية عند الناس؟ إحنا المشكلة العرب كان فيهم هذا المرض قبل الإسلام، كان متجذر حيل متجذر، يعني كان قبل الإسلام، يعني الطبقية كانت في أقصى درجاتها، ولهذا كانوا حتى في الحج جعلوا منسكا من مناسك الحج، لما يطلع من مزدلفة وين يروح في مكان يوقف يذكر أمجاد آباء وأجداده، الله. يعني جعلوا هذا منسك من مناسك الحج، يلا كل واحد يوقف يقول شنو كان يسوي أبوه، شنو كان يسوي جده، وشنو مفاخرهم، وكل واحد يفتخر بما فعل أبوه وجده. حتى جاء الإسلام وقال فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أنتوا قبل كنتوا هني توقفون تذكرون الفخر في الآباء والأحساب والأنساب، وكل واحد يفتخر بحسبه ونسبه، اتركوا هذا كله، افتخروا بذكركم لله عز وجل، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أكثر مما كنتم تفتخرون بآبائكم. هذا متأصل. اليوم أحياناً تصير بعض الشيلات، بعض الأغاني، بعض الشعارات، بعض الأشعار
تحس فيها كأن يا للأنصار ويا للمهاجرين، كأن الواحد بس باقي أنه يشيل يعني سلاح على أخوه المسلم، مع أن الأصل في المسلمين إذا كنا على الأقل لما نتكلم عن المسلمين على الأقل، مع أن البشرية أيضا كلهم لهم حقوق لبعضهم البعض، كل البشر بكل الأديان بكل الأعراق في حقوق بين البشر، لكن لما نتكلم عن المسلمين الحقوق أيضا تزداد. الله سمى المسلمين كالجسد، جسد، وأنت قاعد تنخر في الجسد تقول حنا العرب غير نزلت علينا الرسالة، مع أن العلماء المسلمين من غير العرب ترى إحنا عالة عليهم، علماء المسلمين غير العرب وعلوم الشرعية الأساسية والآلة كلها، لو نعرف من هم العلماء اللي نقرأ لهم علماء الحديث والفقه وغيره ترى كثير منهم غير عرب أصلا، وإحنا العرب قاعدين نفتخر على غير العرب، وغير العرب أحيانا نفس الشيء يفعلون، وداخل العرب تعال شوف الفئوية الجغرافية، تعال في الفئوية القبلية، الفئوية الطبقية، الفئوية، وكل واحد يذكر الأشعار اللي يرد. أذكر قبل كان في مسابقات الشعر اللي تصير في بعض القنوات، وأحيانا كانت فيها بعض وانتشرت فترة بالفترات في التسعينيات والألفينات، بداية الألفينات، الأشعار الشعبية والعربية اللي كل واحد فيها قاعد يفتخر بأصله وفصله وحسبه ونسبه، وأحيانا يصير فيها طعن في الآخرين، وهني الجاهلية اللي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. ثنتان من أمتي هما بهما كفر، الفخ في الأحساب والطعن في الأنساب، يعني هذا الأمر راح يستمر، لكن ترى من الكفر، كفر النعم، كفر في بعض الأحكام ما يجوز لك أنت على أساس أنك أنت جدك فلان وجدك فلان، لما سألوا سلمان من أبوك قال أبي الإسلام، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. في بعض الروايات سلمان منا آل البيت، إذا أنت تقول أنا من كذا وأنا من كذا، ترى سلمان يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سلمان منا آل البيت، الجنة تشتاق لسلمان، وأنه فارسي عاش بين العرب. إذن الأصل أن الإسلام لما جاء أزال كل الفوارق، شاء من شاء وأبى من أبى. نعم نعم أبو عبد الملك، ودي أزيد على الجانب الإعلامي أبو أحمد. إيه الجانب الإعلامي طبعا حصلت في بعض المسلسلات، ما نبي نذكر حتى لا نعمق الجراح، يكون فيها ربما ليس من باب القصد المباشر للإساءة لبلد معين أو جنسية معينة أو قومية معينة، لكن لأن صارت ثقافة عامة متداولة، فبالتالي سن ينقلها كمثل عدل، ينقلها كتعليقة زين، ككليشيات هالشكل، وصارت ضجة بعدها. الحلو لما يخطئ المسلسل على قومية معينة ولا جنسية معينة ولا بلد معين ولا لا مش حاسبني كذا، مثلا اشتهر مثلا الهندي لكن صارت بالعربي لعربي، لما يكون فتحس انه يصير اعتذارات، ويصير ايضا ربما اعتراضات من قنصليات وسفارات، فالشعب ينتبه ويستيقظون من ذلك تلك الثقافة التي سادت وتلقيت على انها نكتة، واحيانا ما نجرح ونقتل بالنكتة، بيد أن هنالك سبب كبير مو بالإعلام يا أبو عبد الملك، سبب سياسي، خلينا نكون صريحين، وهذا اللي قلته في حلقتي في الجزيرة اللي ما ذكرت طبعا أطراف، يكون صراع مثلا لما صار الانفصال المصري السوري أيام عبد الناصر، صار وحدة ثم انفكوا، صارت تراشق بين البلدين بين شعوب البلدان. أنا بقول لكم يا أيتها الشعوب الكريمة، بعيد كلامي، شوفوا السياسيون والدول والأنظمة يتعاركون يختلفون، طبيعة الدول حتى الدول الجارة، اقرأ واقع التاريخ اليوم وأمس وربما بالمستقبل، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والتلاحم، لكن رغم وجود المشتركات اللغوية والجغرافية والبيئية والعائلية والقومية والدينية، إلا عندما يدخل السياسة ويختلفون السياسيين ويصطلعون، أول كانت مختلفين القادة السياسيين وتصريحات دبلوماسية، اليوم دخلوا الشعوب في بعض الصراعات،
فالشعوب بدأت تطحن في بعض البعض، وبين تقارب وتزاوج وتراحم وأهل، أهل لدرجة قرابة من الدرجة الأولى، البلد الولد في بلد والأب في بلد، العوال خوال، فسووا مشكلة. فيأتي الشعوب، لا تكونون وقود لمعركة لم تستشاروا فيها ولم يؤخذ رأيكم ولم تدرون عنها، ربما فاجأة الجميع، لا تكونون حطب وشوفوا النتائج في بعدها. حرصوا على أخوتكم، أوقفوا مع الحق اللي ترونه، هذا اجتهاد، لطفوا العبارة، شوفوا قدام ولا تكونون عنصريين وكونوا مع الحق. هذه نقطة مهمة لازم أشير لها في هذا الحرك. في بعض الكلمات أبو أحمد في تويتر يا أخي والله تشم فيها رائحة النتن، نتن نتن، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة. تمام. منتنة يا أخي، ليش هذه بعض الهاشتاقات تصير طعن في شعوب، طعن في فئات في المجتمع، طعن يضل. كيف تتعامل معها أبو علي؟ أبو علي كيف تتعامل معها؟ هل تسوي له بلوك؟ في بعضها إيه طبعا، في بعضها اللي فيها شتم، فيها سب، فيها طبعا أنا أبو علي أنا قليل المتابعة، قليل المتابعة لهم، لكن أنا عادة ما أرد، عادة ما أرد. رسالة لا، الطعن الشخصي والجاهل وما جاهل وما تفهم وأنت فيك لا، لكن لما يصير معدل عالي أنت تسوي له بلوك أولاً، حماية لجمهورك المسكين قاعد يسمع وقاعد يتفرج طيب صحيح. من هذا الذباب أو أي هو أيضاً ينتبه، وربما هو ينتهي عن الفعل من أي فترينة من فترينة الحشرات البشرية، أو أنك شنو، أنك تساعد على نفسه مثل ما تفضلت، ينتبه ما تساعد أنه يستعرض بالغلط وفرحان وهو بخفيف أصلاً هو زين، أو فحتى لو ما كان ذبابة، حتى لو كان مباشر هو سفيه. يجب علينا ان نحذر، يعني نعمل بلوكات للسفهاء الذين يشعلون ويجر غيره. مو كل الناس تتحمل يا ابو علي، حتى الطيبين يتوتر الجو. بالضبط بالضبط. ايوه بعض الناس ابو احمد مو فاهم ان هذه تحلق دينك، تحلق دينك، هذه الحالقه قاعد تفسد بين الناس. ولهذا قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا ما امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. انت بدال ما تصلح، بدال ما تهد النفوس، بدال ما تخلي هذا يحسن الظن بهذا، بدال ما أنت تقرب بين القلوب، أنت قاعد تأجج في النار. ليش ليش صارت العنصرية البغيضة المنتنة تقراها والله في تويتر وطالعها فيديوهات، وقاعد متعب نفسه، قاعد يمنتج علشان يكره الشعب بهذا الشعب، ولا يحط من قدر هذه الفئة، ولا يا أخي والله أتعبت نفسك، أتعبت نفسك وأشغلتها، يعني افعل شيء ينفعك في دينك وآخرتك، وما تعرف كم من السيئات ستجني من خلال هذه العنصرية المنتنة البغيضة. أبو أحمد، المثل اللي يقول أنا وأخوي على ولد عمي وأنا وولد عمي على الغريب، نفسها يعني على الدول، أنا ودولتي على الدولة اللي جنبها وهكذا، فهل هذه يعني مثال عنصري ومدعاة للعنصرية؟ أحياناً يأخذ سمة شعبوية إن أنا دائماً يعني مع أهلي وعزوتي، لكن لا بد أن يراعى فيها في القضايا الواضحة، يراعى فيها الحق والعدل. لذلك في كل فصل دراسي أبدأ مع عيالنا الطلبة، يا شباب كلكم يبي امتياز، والامتياز حتى أنا بامتياز، والامتياز لعدة وسائل، إما الغش رذيلة، إما الواسطة ما تحتاجها أنا واسطتك، إما الاجتهاد، ثم نضع الاجتهاد في مربع أو دائرة ونطلع منه سهم. هل الاجتهاد مرتبط بالشكل؟ تسوي وشم، حاط لبس معين، موقف شعرك، متحجبة، متسافرة، ما له علاقة، حقك تاخذه لأنك إنسان. هل الامتياز له علاقة بالمنطقة حسب المناطق القريبة والبعيدة؟ هل الامتياز له علاقة بالعرق، بالعائلة، بالمذهب؟ يا أخي أنا انولدت بهالمذهب، أنت انولدت بهالقبيلة، هذا انولد بهذه العائلة، ما له علاقة بالأمور الجبرية التي لا اختيار لك فيها، إنما الامتياز لك بالأمور الاختيارية، الحق تأخذ. لذلك حطينا قاعدة يا أبو عبد الملك، العدالة فوق الانتماء، بعض الانتماء أنا اخترتها وبعض الانتماء أنا ولدت فيها، شنو المعيار؟ اعدل مع الجميع. وأقول لهم، أقول لهم أشكره، أنت عمك أو أخوك عنده مزرعة، وعنده مزرعة كبيرة والله فاتح عليه، وعنده 10 عمال، هذا هندوسي وهذا سيخي وهذا عبد بقر وهذا عبد شمس وهذا كلهم كفار، يعني كفار عندنا احنا كمسلمين كفار، ومو معطيهم ماهيتهم ومعاشهم 5-6 شهور، وهذا موجود يصير في العالم كله.
هل توقف مع عمك ولا اخوك اللي من بطن امك وابوك ومن دينك ومن مثل ما، ولا توقف مع هذا الانسان الذي ليس من دينك ولا من بلدك ومغترب؟ قالوا نوقف مع هذا المغترب. بالعموم الحمد لله، قلت انتوا واقفين مع عقيدته ولا واقفين مع حقه؟ قالوا واقفين مع عقيدته الله يحاسب عليها، احنا مع حق الذي يستحقه. هكذا تكون المسائل، ولا ايش رايك يا ابو علي؟ واضحه؟ احسنت، وذكرتني اليوم قرأت تويته فيها صوره، صاحب التويته قال ان هذه الصوره انتشرت في بعض وسائل الاعلام السريلانكيه. شنو تعليق، شنو الصوره شنو التعليق اللي عليها؟ كراسي في عليها شرطه كويتيين، في نقاط التفتيش اللي تصير في الشوارع فيها شرطه كويتيين ملتفين على مائده الافطار قاعدين يتفطرون. واحده من الكراسي قام الشرطي وقعد عليه عامل نظافه، واحد من عمال النظافه، وهو الشرطي قاعد على الارض. قام الشرطي الضابط وقعد على الارض يتفطر، وخلى الكرسي يجلس عليه منه احد عمال النظافه اللي كانوا مارين، جابه وقعده مكانه وقام وقعد على الارض وقام يفطرون مع بعض. وواحد اخذ الصوره من غير ما يدرون ان شلون الضابط يقوم يقعد على عامل. طبعا هو ما قصد ان احد يصوره ولا درى ان اصلا احد راح يصوره، وحتى يمكن وجهه ما يبين، لكن هذه الصوره عطت انطباع كبير عند دوله بعيده عنا ان شوف شلون ضابط الشرطه لما يقوم من مكانه وهو قاعد ياكل مائده الافطار علشان عامل نظافه مر جابه وقعده مكانه ترى هذا فطره، هذه فطره، هذه اخلاق كريمه، لكن الله خلقنا عليها. ترى هذا الانسان اللي ما تلوث بداء العنصريه بوباء العنصريه، الحمد لله الاعلام ما شوهه ولا افسد قلبه ولا خلى. انا شنو الفرق بين احنا لما نشوف مرات موظفين كبار وقاعد يصلي فينا امام عامل نظافه، صح ولا لا؟ لان احنا بالنسبه لنا ما في فرق. اي والله يصلي فينا صغير كبير عامل نظافه، من اي بلد من اي لون، احنا تعودنا. الاسلام قاعد يربينا من صغرنا ان اللي يتقدم عليكم اقرأكم، ما له علاقه باي شيء ثاني، لا بلونه لا بعرقه لا بوظيفته لا بمركزه، لا قاعد نتربى. ما يصير نطلع من المسجد نسوي العكس، ما يصير ما يصير. المسجد ربينا على هذا، يربينا على عدم العنصريه وقتلها. تفضل. ذكرتني بمثل ابو علي. انا كنت رايح اراجع الاسنان قبل تقريبا 10 سنوات في عياده اسنان في مجمع تجاري، والعياده في الدور الثاني او الثالث فوق، وقت صلاة المغرب أو العشاء، وقبل أن أدخل المجمع في تعرف في كل دور أحيانا في زاوية مفروشة يصلون فيها. فذهبت صليت، إذا كان بدأ بالكويت بس بقولهم دعاية، مجمع حمرة مول بروانية زين خلي ستانسون زين. المهم فالتحقت بالصلاة فعرفت من قراءة القارئ الذي يأم بنا أنه هندي، لكن قراءة مجودة أداء وتجويدا ويعني روعة وحنية أيضا. تعرف القارة الهندية كلها أحزان زين يقرأ إيه هذا الظاهر قاعد يقرأ بمقام من. المهم فلما انتهت الصلاة من اللي صلى وراء؟ بعض الأطباء، المكاتب الموجودة مكاتب تجارية ورجال أعمال وعقار وما عقار، أساتذة الجامعة، إحنا أصحاب الكلية صلينا وراء. فلما التفت إلى الصلاة ولا يلبس لبس عامل النظافة كما تفضلت. الآن مو هذا الإسلام جوب هذه الأمور في المسجد، جعلها بوتقة تذوب فيها كل الفوارق. يقف كل واحد ما في شيء حاجز لك كرسي في الأول لأنك مستشار ولا تتسلسل أماكن الناس في المقاعد في الحفلات ولا. لا 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 الأول يوصل أول، أنت وزير ممكن بالصف الأخير. فرحت سلمت عليه، سألته وين درس، المدارس اللي حفظ فيها القرآن، كيرلا مش عارف كذا، خلصنا. المهم ودعته وأنا أمشي وإذا به يزجر مواطناً، ها مواطناً أخذ علبة مش عارف كذا وشرب عصير ورماها في في المجمع. قال بابا هي ما يصير، هذا بلد مالته ما يصير. صح. إذا المسألة القيم والأخلاق ما لها علاقة لا بعرق كما تفضلنا ولا بمستوى ثقافي حتى، ولا لها علاقة بالتربية. يعني مرة أنا مع خالتكم أم أحمد واقفين عند جمعية تعاونية، نعم، رحت جبت غرض ورجعت وإذا بالزوجة تكلم التي تجلس في السيارة الأخرى
نزلت من السيارة وتكلمها. المهم ركبنا، خير إيش فيها محمد؟ كانت الأخت في السيارة ومعها أظن أولادها وكيس مش عارف وجبة سريعة وكذا، وترميها تحت السيارة. ولذلك فرق، الحين دشينا بزاوية ثانية، فرق بين، معلش يا مشاري، بين الحداثة، بين الحداثة والتحديث وبين التقدم أو العدالة. لأن قد يكون المجتمع عنده كل وسائل الحداثة، تليفونات آخر نقالة، سيارات الجديدة، كل شيء، عمارات طويلة، بس متخلف في التعاطي مع النظافة، متخلف في التعاطي مع حقوق الإنسان. إذن يجب أن نكون إحنا يعني الصورة والزوم يكون واضح وين رايح. وعبد الملك إحنا إيش كثر باقي لنا عشان نعرف؟ قالنا خمس دقائق، فخلونا يعني نحصر الحلول بالخمس دقائق هذه. أبو علي، أنت بالنسبة لك الحلول خلينا نقول الشرعية والتوجيهية الواقعية بالنسبة للعنصرية، علاجها مثل ما طبعاً الدكتور قالها أثناء الحلقة، يعني قضية تربوية، غرس القضية الاجتماعية اللي لا فوارق بين الناس وحقوق البشر والحريات المدنية وغيرها، والعدالة في الإسلام، هذه لازم تربع المدارس، تربي في المناهج الأطفال. وينبغي المدرس لما يشوف نموذج من هذه النماذج على طول يصححها في المدرسة. ترى المدارس لها تأثير كبير. الإعلام نفسه لازم يفلتر الإعلام، ما في حتى على أساس سخرية. حتى بعض المسرحيات اللي أفلسوا سيناريوهات كلها مفلسة، قاعدة تستخدم العنصرية والطبقية وإذلال بعض فئات المجتمع وبعض الشعوب العالم علشان يضحكون الجمهور، لأنه ما عنده شيء، مفلس هو. يفترض في الإعلام، يفلتر الإعلام، ما يسمح لي مثل هذه الكلمات وبعض هذه الجمل اللي قاعدة تفسد المجتمع. أيضا خطباء المساجد لهم دور، الأسر في البيوت، الأب لازم يعلم عياله من صغرهم، ترى شوفوا يا عيال، الله خلق البشر ألوان، الله لما خلق آدم قال حق جبريل خذ من كل تراب الأرض جزء، وجاء وعمل هذا الطين. يعني أصلا آدم ليش من عياله الأبيض والأحمر والأصفر والأسود ليش يطلعوا الألوان هذه؟ لأن أصلا آدم خلق من تراب الأرض، وتراب الأرض أصلا ألوان، فهي ما لها علاقة بأسود أفضل ولا أبيض أفضل، ولا ترى هذا العقل اللي ناقص يظن أنه في فرق، ولا هو ما في فرق أصلا، ما له علاقة اللون. يعني لو تعرف أصل الفرق بالألوان أنت تقول هذا مسكين عقله، الله الله يعينه اللي قاعد يفكر في الطبقية. فلازم الأب يعلم عياله، المدارس، الإعلام يفلتر، يصير في رسالة توجيهية أصلا لإزالة أيضا القوانين، يصير فيها تجديد للعنصرية مثل ما صار في أمريكا، كيف قضوا على العنصرية بين البيض والسود بقوانين صارمة، أظن في عهد لينكولن، صح ولا لا إبراهيم لينكولن في أمريكا، أظن في القرن العشرين، أظن في النصف الثاني، صارت قوانين صارمة قطعت هذا كله. فلذلك أيضا القوانين، تفضل. أنا ولذلك أبو علي، شوف لينكولن، أنت بفهم من لينكولن ليش لينكولن يعني بدأ بقانون العنصرية المدنية، بس استمرت العنصرية للستينات والسبعينات والحين موجودة، لأن عالجوا العرض ولم يعالجوا المرض. العنصرية يعني أنت يعني العنصرية مرة يعني العرض، لكن أنت ما عالجت قضية النظرة والتربية والثقافة والمكونات لهذه العنصرية، ما عالجوا أيضا يا جماعة اقروا، يعني ودي واحد يقرأ كتاب شبهات حول الإسلام لمحمد قطب، فصل الرق. الرق اللي تعتبر شبهة على الإسلام هي ما هي شبهة، الرق ليس حكما ثابتا كالصلاة والصيام، لأن في الإسلام أحكام ثابتة، عبادات، أخلاق، أحكام، وفي في أحكام متعلقة بالإمامة والسياسة الشرعية، مثل الحرب، مثل السلم، نأخذ فدية ولا نتبادل أزرة، ولا في رق ولا ما في رق، هذه قضية خاضعة للظروف والملابسات، ممكن نسخها، هذه واحدة. اثنين، ولذلك احنا حطينا عليها رد سواء على العنصرية ولا على كل شيء. ختاما لازم أقول لكم، أمريكا والإبادات الجماعية، أمريكا والإبادات الجنسية، أمريكا والإبادات الثقافية، دولة فلسطين والهنود الحمر، كلها لمنير العكش الباحث العلامة في المواثيق، يبين لك كيف أن العنصرية باقية وتستبيح الآخر بحضارة الحداثة الغربية الإنجليزية الأمريكية. هذه واحدة. أخيراً أبو علي، هل تسمح لي وأنا على الهواء وأستغل فرصة نجوميتك وابتسامة بومشاري أن أعمل دعاية مجانية لما يحارب مثل هذه الأفكار وبقية الشبهات على ديننا؟ إحنا اليوم أفدنا إغاثة بطن
عندنا إغاثة مسكن، عندنا إغاثة مرض، عندنا إغاثة، لكن الإغاثة الفكرية. اليوم لما يتهم الإسلام بأنه متحيز عنصري، لما نبي الإغاثة العقائدية، لأن هناك استهداف للقرآن وتشويهه وتفريغه من محتوى، واستهداف لنبينا عليه الصلاة والسلام حتى من دول مثل ما سوى مكرون، واستهداف لأصول الإسلام، يقول لك الصيام ما هو واجب، الخمر مش أكيد محرم، إلى آخره. هذه تحتاج إلى مواجهة أيضا وإغاثة. لذلك جمعية بلد الخير طلعت الإغاثة الفكرية، جمعية بلد الخير الإغاثة الفكرية، وسويت لها دعاية أنا في الإنستغرام موجودة على البايو. نعم موجود تغريدة على حسابك. أي موجودة بحسابي فوق، بس تجدها صح ولا يا شيخ؟ مثبتة في الأعلى. ففكرة العنصرية، قد يقول لك واحد مشاري ما عليه نطول يمكن ساعة أكثر ما يخالف. لا لا أخشى بعدين ما يحفظ، يحفظ مشاري إذا صار أكثر من ساعة يحفظ البث ولا ما يحفظ؟ يحفظ إن شاء الله. بس نقطة أن يا جماعة واحد يقول لك أنتوا عنصريين دائما أنقذ مسلما، يا جماعة كل أمة تنقذ أهلها كأولوية. لما يصير زلزال في بلد تلفع السماعة تكلم بيتك، ما تكلم حتى قبل جارك. طبيعي لما يصير حرب في منطقة السفارات العالمية تقول جاليتنا يجب أن تهتم، صح ولا لا؟ هذه طبيعي. فكرة طبيعية، الأقرب في الأقرب، ما هي عنصرية، بس حاولت أبلور هذه الفكرة. وهذه التغريدة موجودة اللي هو في 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 التحصين الفكري والتحصين موجودة العقائدي. في تويتر وموجودة هنا في الانستغرام في البايو. لمن أراد أن يساهم، لمن أراد أن يساهم. أي والله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. يوم يوم أبو أحمد أنا قاعد أتكلم مع جمعية بلد الخير وذكروا لي أن النموذج هذا يعني مشروع نوعي اللي هو الغذاء جدا. الفكري. الإغاثة الفكرية، الإغاثة العقائدية، إغاثة دين أبنائنا وشبابنا وحتى إنقاذ الآخرين. الإسلام مشوه عندهم، خاصة الغربيين وغيرهم. أحسنت 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 جدا جدا نحن بحاجة لهذا. تأذن لي أبو أحمد أبو عبد الملك أني أختم هذا اللقاء. شيء تفضل أبو علي. الله يبارك فيكم أيها الأخوة المشاهدين والمشاهدات، كانت حلقة صراحة جميلة وراحت الساعة سريعة. أي ما شاء الله. جدا جدا يمكن أبو أحمد ما قال يمكن عشر اللي في جعبته في هذا الموضوع، لكن لأن اللقاء سريع ولأن أنا أخذ جزء من وقته، يعني جزاه الله خير سمح لي أني أتكلم في مجلسه وهو من الناس المتخصصين في هذا المجال، لكن يكفينا في هذا الموضوع الإشارة إليه، هنا الواحد ينتبه إذا كان وقع في خطأ من هذه الأخطاء هو ولا أسرته واللي من حوله، والإنسان يصلح يعني قدر المستطاع. مو عيب أنك تخطئ، لكن عيب أنك تستمر بالخطأ. وكلكم لآدم وآدم من تراب. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.